قد يكون أنه ممكن يكون هذا السبب اللي خلى نظرة بعض المخرجين في بداياتك أنهم يتقبلوا صعوبة وجودك أو إعطائك أدوار في المسلسلات الشامية؟ جداً، مو بس بالمسلسلات الشامية، حتى بالمودرن. يعني أنا أول ما تخرجت كان كتير عندهم مشكلة بشكلي، بأنه أنت ملامحك غربية، ما بتبيني بنت البيئة. فكان عندي تحدي، يعني اشتغلت عليه بأنه صرت أطلع من شكلي قدر الإمكان. فعملت كتير تجارب بعيدة عن شكلي تماماً، يعني حتى أني اشتغلت بدوي مرتين. نعم. يعني بمسلسل أبواب الغيم أو بمسلسل توق مع الأستاذ شوقي الماجري ومع حاتم علي الله يرحمه. فكان هذا من أحد التحديات، يعني كنت كل الوقت عم بحاول أختار الأشياء اللي تطلعني من هذا الإطار بالشكل. الدراما لأنه إله دور اجتماعي بالأخير، والفن إله دور اجتماعي، فالجرأة أنا بلاقيها ضرورية. بس المهم بالجرأة، لما أنت بدك تتناولي موضوع في جرأة لازم تكون المعالجة الدرامية كثير عالية، عالية جدا وفيها وغير خادشة. وغير خادشة، لأنه الجرأة ما بالضرورة تكون خادشة، الجرأة بالفكر، صحيح، بالطرح، بالموضوع، بأنه نحن كيف بنقدر نكون سباقين أو كيف بنقدر نسلط الضوء على مشاكل مجتمعاتنا بشكل جريء ولكن عميق ومفيد. ما يكون الجرأة بس لمجرد أنه نحن نعمل شيء يعمل ترند، يعني الموضوعين مختلفين عن بعض تماماً. بس أنا مع الجرأة جداً بالفن.